وإياكم على أبرز ما تناولته الصحف العربية منها والعالمية. البداية من صحيفة اليوم السبع المصرية التي أبرزت خبرا عن مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مفاده تركيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في سجن الصحفيين. فبحسب الصحيفة، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن هناك تضييقات من قبل السلطات التركية مفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، مضيفا أن هذا الحق أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جميع المعارضين والصحفيين في تركيا. تنديدات أممية بالظروف المروعة في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا كان من أهم العناوين في صحيفة الحياة اللندنية، حيث نددت الأمم المتحدة بالظروف المروعة في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مما تسبب في وفاة العشرات منهم جراء إصابتهم بمرض السل ومعاناة المئات منهم من الجوع بسبب قلة حصص الطعام بينما فقد آخرون منهم. وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين روبرت كوليفل: نشعر بقلق بالغ حيال الظروف المروعة التي يحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في ليبيا. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، لا يزال هناك نحو 3400 لاجئ ومهاجر محتجزين في طرابلس. ننتقل وإياكم لصحيفة العنوان الليبية التي تابعت الشأن الدولي وكتبت: توقيف مئات المتظاهرين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في كازاخستان، حيث أوقف مئات المتظاهرين في كازاخستان التي تشهد أول انتخابات رئاسية بدون مشاركة رئيسها السابق نور سلطان، حيث تعد هذه التظاهرات هي الأهم منذ 3 سنوات في الجمهورية السوفيتية السابقة، حيث شوهدت الشرطة وهي توقف مئات المتظاهرين وتقودهم في سياراتها في أكبر مدينتين في البلاد. ودعي نحو 10 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات المبكرة والغير مسبوقة في البلاد، والتي تأتي بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس السابق نور سلطان في شهر مارس الماضي. ختام المشاهدين، نترككم مع بعض الصور الكاريكاتيرية الساخرة، وحتى يتجدد بكم اللقاء دمتم في أمان الله وحفظه.